هل كان من السلف من يعتقد أن عمر بن عبد العزيز هو المهدي؟ إذا كنت تقصد المهدي الذي قبل عيسى عليه السلام في زمن عيسى، لا. لكن إذا كنت تقصد هناك من يعتقد مهديا في سيرته، فكثير من الناس مهديون، ولا وكثير من الناس دجالون، لكن الدجال المعني به الدجال الذي يخرج بين يدي الساعة أكبر دجال، وكذلك المهدوية. قد أقول فلان هذا مهدي، يعني مهتدي،